لو بعد الولادة على طول ولسه بطنك كأنك لسه حامل، فحضرتك ممكن يكون عندك انتفاخ ما بعد الولادة او المعروف باسم بوست بارتم بلوتينج. ده عبارة عن ايه؟ ده ممكن يكون امساك، تغيرات هرمونية حصلت مع الحمل وهتتظبط مع الوقت، ممكن المسكنات القوية اللي خدتيها في الولادة، ممكن عشان ما بتتحركيش ونايمة على طول وعمالين يقولولك قومي اتمشي قومي اتحركي اسمعي الكلام، ممكن عشان التغير في نظام الاكل بتاعك، ممكن يكون قلة النوم والاجهاد اللي حصل عشان خاطر النونو بيعيط. دي كلها تغيرات ممكن تكون الوصفة المثالية لحدوث امساك او انتفاخ. وخدي بالك ان الموضوع ده ممكن يكمل معانا لحد 3 شهور بعد الولادة. طب والحل؟ عايز اقولك ان مفيش حاجة سحرية، لان اللي حصل واتجمع في 9 شهور مش هيروح في يوم وليلة، بس انا ممكن اقولك على 9 حاجات ممكن تعمليهم عشان تقللي المشكلة دي وتساعدي في حلها بسرعة ان شاء الله. اول حاجة هناخد وجبات اكبر شوية، يعني هننتقل من نظام التلقين بتاع الحمل لنظام التصغيط حرفيا. عارفة الموضوع ده بيفكرني بايه؟ بحاجة بتقولها لك اكيد مامتك واجدادنا على طول بيقولوها لنا، ان الست اول ما تخرج من الولادة لازم تاكل الفرخة بحالها مسلوقة عشان تخش مكان البيبي. الموضوع ده فعلا ممكن يكون ليه دور، بس في الحته دي تقصد ايه بالدور ده؟ لما انت تاكلي وجبه كبيره، في دراسات بتتكلم عن الريفلكس او رد فعل ممكن يحصل اسمه الجاسترو كوليك ريفلكس. الجاسترو كوليك ريفلكس او الجي سي ار ده، دي اشاره عصبيه بتطلع من المعده لما تتملي عشان تحفز القولون ان هو يزق الحاجات اللي عنده دي ويحاول يفضي نفسه عشان خاطر يوسع للحاجات اللي جايه من المعده، وده ان شاء الله يقلل من الامساك والانتفاخ. بس مش عايزك برده تاكلي لدرجه فرخه لوحدها مسلوقة، يعني كفاية نص فرخة كده يعني. وخدي بالك صحيح الفرخة دي تكون يا إما مسلوقة يا إما مشوية بملح وليمون، بس البهارات والتوابل مش حلوة عشان خاطر بعضها في دراسات بتتكلم ان هي ممكن تسبب مغص للجنين عشان خاطر بتتنقله من الرضاعة الطبيعية. يعني عايز كل يوم تاكلي 3 وجبات كبيرة محترمة كده عشان نستفيد من آلية الإخلاء دي، بس برضو مش كبيرة للدرجة، احنا عارفين ان احنا بنقوم من على الأكل قبل ما نشبع. النقطة التانية، مكونات الوجبة دي عايز يكون فيها كربوهيدرات، يكون فيها بروتين، يكون فيها خضار وألياف. الحاجة الرابعة يكون فيها دهون. دهون بشتكي لك من بطني تقول لي كلي دهون؟ دي النقطه الثالثه. الدهون دايما احنا حاصرينها في ادوار الشر، مع ان في منها اللي هيساعدك ان انت تنزلي البطن اللي بعد الولاده دي. ازاي؟ الدهون الصحيه بتحفز افراز العصاره الصفراويه، وده اللي بيحفز حركه الامعاء بشكل سلس، وده ممكن يساعدك تتخلصي من الامساك والانتفاخ اللي هم اساس مشكلتنا النهارده. الدهون الصحيه دي بقى نلاقيها فين؟ اكتبي ورايا. المكسرات، الافوكادو، الاسماك الدهنيه، منتجات الالبان كامله الدسم، زيت الزيتون وزيت جوز الهند وغيره. فحافي انت بقى. النقطه الرابعه، عايزك تشربي ميه عشان خاطر ما يحصل لكيش جفاف، والميه دي هتساعدك في حركه الامعاء فهيقلل الامساك والانتفاخ اللي هو محور كلامنا النهارده. رقم 5، لما تشربي رايب وتاكلي زبادي، ده في حاجه اسمها بروبايوتكس بتساعد جهاز هضمك ان هو يكون كويس، ولما الجهاز الهضمي بتاعك يكون كويس هنتغلب على الانتفاخ والامساك اللي هو محور حديثنا النهارده. النقطه السادسه، عايزك تتمشي وتتحركي بشكل دائم، وانا هنا ما بكلمكيش عشان خاطر تخسري الدهون والحاجات اللي انت فاكراها دي. احنا محور كلامنا النهارده على الامساك والانتفاخ، ولما تتمشي عايزك تحط في دماغك كده قاعده بسيطه تفتكريها كل ما تتمشي، ان حركه الجسم تساوي حركه الامعاء، وحركه الامعاء هتساعدنا في التغلب على الانتفاخ والامساك اللي هو محور حديثنا النهارده. اسجلها لكم. النقطه السابعه، ادويه الامساك والانتفاخ اللي الدكتور كاتبها لك دي مهمه، اوعي ما تاخدهاش. النقطه الثامنه، هدفنا من المعلومات اللي قلنا لك عليها دي ان انت تدخلي العادات الكويسه دي عشان تكون جزء من روتين يومك. مفيش حاجه منهم هتكون حل سحري، بس المفروض ان انت تتحسني وانت ماشيه على التعليمات دي. لو مفيش تحسن يبقى نروح للنقطه التاسعه، ان احنا نروح لدكتور جهاز هضمي نشوف عندنا فعلا مشكله في الامساك او الانتفاخ او الحاجات دي كلها، ولا جهازنا الهضمي تمام. لو جهازنا الهضمي تمام هنرجع لدكتور علاج طبيعي عشان يقيم ويشوف ان كان عندنا انفراج في عضلات البطن، وان كان الانفراج ده ممكن يعمل لنا عليه خطه علاجيه، ولا نروح لدكتور جراحه. وعامل لكم فيديو عن الدايستيزز ريكتاي، ابقوا بصوا عليه بس عشان تفهموا موضوع انفراج عضلات البطن ده كويس. ده برضو من الحاجات المشهورة بعد الولادة، واللي في الغالب بتكون هي المشكلة لو مفيش تحسن، او الموضوع استمر اكتر من 8 اسابيع بدون اي تحسن. بس خلي بالك ان برضو ممكن يكون عندك دهون، ممكن تكون تغيرات هرمونية. عايز اقولك ان احنا عاملين فيديو لكل حاجة من الحاجات دي في السلسلة بتاعتنا بتاعت بطن ما بعد الولادة. لا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمة والمغفرة والجنة. ولو عندك اي سؤال حابة يكون الاجابة عليه جزء من فيديوهاتنا اللي جاية، سيبنا السؤال ده في الكومنتات، وباي باي.